أنا مصطفى شعبان، بحب شغلتي، بحب التمثيل، بحب السينما، بحب الناس. في حكمة بتقول ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. العطاء أشكال وألوان، في العطاء المادي ده المتعارف عليه احنا كلنا نعرفه، بس العطاء النفسي أهم بكتير. الشكر بين الناس فضيلة، ولما الإنسان بيشكر حد هو مش بس بيعمل له حاجة إيجابية، هو بيعمل لنفسه كمان هو حاجة إيجابية. التصالح مع النفس والتصالح مع الآخرين دي حاجة حلوة جدا وفضيلة الإنسان يسعى ليها. مش كل الناس اللي ادونا بنلاقي الفرصة ان احنا نشكرهم، بس النهاردة في حد أثر فيا جدا وعندي فرصة كويسة قوي ان انا اشكرها النهاردة. اسمها نيرة، ونيرة داون سندروم، من متحدي الإعاقة. ومتحدي الإعاقة دول بالنسبة لي أشخاص ملهمة جدا، لأن هم بيثبتوا أن الإعاقات مش جسدية ولا فكرية، الإعاقات هي في انعدام الإرادة. ونيرة صاحبة إرادة قوية جدا وإرادة كبيرة جدا، قدرت تتفوق على المعوقات اللي عندها وتتحداها، سواء مادية أو نفسية أو مجتمعية أو أي حاجة، وبتحقق أحلامها بالراحة ومساعدة والدتها تقدر توصل للي هي عايزاه. نيرة بالنسبة لي شخص مؤثر. نيرة أنا شفتها مرتين قبل كده، وفي المرتين كان بيبقى على وشها ابتسامة وبشاشة قاسرة بتأسر قلبي، وهي عندها قبول ربنا ادهولها كده وصدق بتنط جوه قلبي على طول. فبعد انا وهي باصين لبعض ومبتسمين في المرتين اللي فاتوا، وخدت بالي من صيغه ساعتها، معنى ان الاراده تغلب اي حاجه في الدنيا. اكتملت الصيغه دي قوي في اللحظه اللي انا شفتها في المره اللي فاتت، والدرس ده انا حابب اشكرها عليه النهارده، ليه اشكرها عليه. ويمكن وجودي بالنسبه لها هيكون مفاجاه، لان هي ما تعرفش ان انا هشوفها دلوقتي. أظن إن نيرة أول ما تشوفني هتتخض وبعدين هتضحك، وأظن إنها مش هتعرف تتحرك في مكانها. أظن دي المفاجأة. ما أعرفش بقى إذا ربنا يستر ما تعيطش، لأن هنعيط كلنا معاها. نيرة عن مصر دلوقتي بتعمل جوجل، يعني مش عارفه ان انا جاي لها. خلينا نشوف. انا هدخل لها من الكواليس دلوقتي، يعني نشوف رد فعلها ايه. انا متحمس اصلا. اخبارك ايه؟ بالراحه. تعالي. اخبارك ايه؟ تمام. مفاجاه حلوه؟ على مالك على مالك، مش احمر خالص ازاي؟ نايلة على المسرح دلوقتي بتعمل بروفا، هي مش عارفه ان انا جاي لها. خلينا نشوف. اخبارك ايه؟ بالراحة. تعالي. اخبارك ايه؟ تمام. مفاجأة حلوة؟ على متك على متك، مش احمر خالص ازاي؟
اخبارك ايه؟ تمام مبسوطه؟ قوي. انت بتلعبي ايه؟ فلوت. لا ايه دي جمله حلوه قوي. نوتة. نوتة؟ نوتة. دي حلوه قوي. سيارة. انا واقف شويه معانا اسمع مبسوطه قوي. سيارة. وحشتيني جدا. عندك ايه انا مش كمان؟ بتجيش من قد ايه دلوقتي؟ من ساعه ما سافرنا ايوه صح؟ ايوه بقالنا كتير. ايوه كتير. انت ما بتسألش عليا ليه؟ سيزون يعني كده. انت مرتبكه خالص. حلوه المفاجاه دي. ممتاز. انت عارف انا جيت لك ليه؟ ايه؟ انا جيت لك علشان انت علمتيني حاجه. عارفه كده؟ عارفه انك علمتيني حاجه؟ علمتيني ايه؟ انت علمتيني ان الانسان الاراده بتاعته اهم من اي حاجه. بجد خليتيني متحمس وعمال افكر طول الوقت ان ازاي الانسان ممكن يغلب اي حاجه بالاراده. انت بالنسبه لي هيرو ومامتك سوبر هيرو بجد عشان انت عملت حاجات حلوه قوي. انا جايب لك هدايا. ماشي. هتقبليها؟ تمام ماشي. يا هنا. ماشي. طب تفتكري ايه؟ مش عارف. يعني قولي كده خميني. مش عارفه. مثلا خلي ده هنا دلوقتي. افتكري الهديه ايه؟ انت مثلا تخيلك يقول ايه؟ انا اللون. ايه؟ مش عارفه. دي مرتبكه خالص خالص. دي عرقت كمان. طب على بالك افتحيها انت بنفسك. فلوس. دول 150,000 ريال سعودي. دول هديه ليكي عشان انا استفدت منك حاجه. فانا جاي اشكرك على اللي انت علمتيه لي، ان الاراده دي حاجه مهمه قوي. الانسان بالاراده يقدر يعمل كل حاجه. صح. انت هتاخدي الفلوس دي بشرط. دول 150، في 50 منهم مش بتوعك، هتديهم لحد انت عايزه تشكريه. انت لوحدك، انا مش دعوه. انت هتختاري حد، مين ساعدك، مين وقف جنبك وعايزك تشكريه تاني، فتديله الخمسين. بس الحد ده مش ماما. ماشي. ومش انا. ماشي. لازم حد تاني. اتفقنا؟ اتفقنا. مبروك عليك. ميرسي قوي. مصطفى شعبان احب قوي. ما تيجي معانا يا ماما. احنا ازاي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ عامله ايه؟ انت وصلت المفاجاه دي؟ وصلت اكتر من المفاجاه ولا بالفلوس؟ قالت لك اوه ميرسي ليك، انت نورت. اقول لك ايه الصراحه؟ انا مبسوط قوي ان انا شفت بجد. مش مصدقه. انت وحشتيني جدا. انا التاثر انا راح من كتر ما هي فضلت واقفه. قمه سعادتي ان انا هقدر اغير لها حاجه في حياتها او ازود لها حاجه في حياتها. حبيبتي وعينيها رغرغت وكانت هتبوظ لنا الدنيا، مش عارفه تتكلم واتلعثمت ونفسها كان عالي طول الوقت، بس كانت فرحانه. يا عامله الباك جراوند بتاع موبايلها انت بجد؟ وريني فين؟ وريني الموبايل. حاطه صورتي اللي انا وانت فيها؟ ايوه. انا صورتي اللي انا موطي كده وانت لابسه الفستان الازرق. عندي الصوره دي وبحبها جدا. تتعيطيش. يا نهار ابيض. بصوا حاطه الصوره. حاطه صورتي انا وهي. حاطه صورتي انا وهي في يوم الحفل. يا روح. فاجئت ان انا نفسي يعني وانا داخل كنت فاكر ان انا هعمل حاجه عاديه، يعني كنت فاكر ان انا هشوفها واتبسط وهي هتتبسط واعمل لها هي مفاجاه. الحقيقه انا نفسي اتفاجئت باستقبالها ليا. اللي حصل دلوقتي اثر فيا اكتر، انها حسيت انها حبيت ان انا حباني شخصيا زي اخوها الكبير او زي باباها او زي في حصل تعلق نفسي كده بيني وبينها. ده اثر فيا اكتر. فرحان قوي كتير قوي. مصطفى شعبان انا بحب قوي. مبسوط قوي جدا قوي. جود لك. انا بموت فيك يا حبيبتي. الشكر بيخلي الإنسان يقبل تاني إنه يدي. العطاء اللي بمقابل نفسي وبمقابل معنوي زي الشكر، زي الابتسامة، زي التحية، زي إن أنا أفتكر حد ساعدني حتى بكلمة، دي قيمة إنسانية. دي بتخلينا نفتكر ونعيش آدميتنا بشكلها الطبيعي الحقيقي.
وعايز اشكر هيئه الاذاعه والتلفزيون السعوديه على الفرصه دي وعلى فكره البرنامج الرائعه دي، تساعدنا ان احنا نوصل لبعض الشكر والعرفان، ودي قيم انسانيه مهمه قوي ان احنا نفضل محافظين عليها ونعلم اجيال ورا اجيال فيها.